من أجل الحديث عن المستجدات السياسية الراهنة وموقف الحزب من التحضير للمسلسل الانتخابي، عقد حزب الأسرة والمعاصرة ندوة صحفية مثلت مناسبة للتأكيد على رؤية الحزب لإنجاح المشاورات الانتخابية. كانت فرصة أننا نأكد على بعض المواقف اللي الحزب الأسرة والمعاصرة أخذها فيما يخص هذه المشاورات الانتخابية لإنجاحها، باش ننجح إن شاء الله الاستحقاقات، من قبيل أولا من بعد إرساء مناخ الثقة أننا نضبطوا هذه المشاورات بتحضير الجاد بجدولة معقولة، مستحضرين الأهمية ديال الورش القانوني اللي تخصو يخرج، ولكن يخرج وينجح، مستحضرين أننا تخصنا عمق ديال الملائمات ولا الإجراءات القانونية اللي خصها تدار في إطار الانتخابات، ماشي فقط إجراءات شكلية أو تقنية، ماشي هو هذا. المستحضرين أنه مجيء الدستور الجديد مبدئيا يفتح لنا أننا في بعض النقاط نأخذ مواقف. تنظيم هذه الندوة الصحفية يأتي في سياق التعريف بمستجدات الحزب وتفاعله مع القضايا السياسية والملفات التي تشغل اهتمام المواطنين، والمساهمة في معركة تنزيل الدستور عبر تقديم تصورات ومقترحات لتجاوز المعيقات التي تعرقل تنفيذ هذا الهدف.